نحن الآن في منطقة محطة 7 في منطقة الصحافة جنوب الخرطوم. هذه هي بعض المواكب التي دعت إليها لجان المقاومة وتجمع المهنيين أيضا. هذا يأتي في وقت أصدر فيه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمس الأربعاء أصدر توجيهات لقيادة شرطة في قيادة شرطة السودان وقيادة شرطة ولاية الخرطوم بعدم التعرض لهذه التظاهرات والعمل على حمايتها أيضا، باعتبار أن حق التظاهر السلمي حق مشروع بحسب الوثيقة الدستورية، وخشية تعرض أي من المتظاهرين لأي إصابة أو منع أي مواجهات محتملة بين المتظاهرين والشرطة التي لم نلحظ أي وجود لها حتى الآن في هذه اللحظة في هذا المكان. قوات الشرطة من جانبها أيضا التزمت بالعمل مع هذه المواكب وفق حدود القانون. نشير هنا إلى أن لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت كذلك أن عدد قتل المتظاهرين منذ 25 من شهر أكتوبر قد وصل إلى 42 قتيلا. طبعا هذه التظاهرات تأتي في ظل انقسامات حادة وسط المكونات السياسية ما بين القبول والرفض للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بين البرهان وحمدوك، في حين اعتبرته بعض المكونات خيانة وشرعنة لما سموه الانقلاب واستمرارا للإجراءات العسكرية، وآخرون اعتبروه ضروريا ووصفوه بأنه ضامن لاستمرار الفترة الانتقالية ومسار التحول الديمقراطي. إذن هناك تحديات كبيرة وتحديات جمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتشكيل حكومته من التكنوقراط أو تشكيل كذلك أجهزة الفترة الانتقالية.